بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله بالخير أوقاتكم. نستكمل معكم مع شبكة الكفيف التقني العراقي دورة تعلم استخدام الحاسوب للمبتدئين، ونحن اليوم في المحاضرة السادسة إن شاء الله. محاور المحاضرة إن شاء الله اليوم ما راح تكون طويلة عليكم، راح نكمل موضوع النسخ اللي بدناه بالمحاضرة السابقة. راح ننسخ على قرص فارغ، بعدها ننتقل إلى مرحلة جديدة إن شاء الله وياكم، اللي هي تنصيب البرامج وإزالة البرامج واختيار مشغل افتراضي للصوتيات وإعدادات بهذا المشغل. راح نختار مشغلين وراح نتعرف على كل واحد معهم وكل واحد وميزاته، يبقى الاختيار لكم. نبدأ على بركة الله. أولا راح نبدأ بالنسخ، راح نخلي قرص، وتعرفنا الأسبوع المضي أنه على الأقراص وطريقة إدخالها بالكمبيوتر. الأقراص الفارغة موجود ثلاث نوعيات، أكو قرص سي دي، هذا قرص 700 ميجا، هذا ما نستفاد من عنده، إحنا نريد نخزن أشياء نحتفظ بيها. طبعا هو أأمن شيء للاحتفاظ بالمستندات والبرامج اللي ما موجودة، اكو برامج مثل آلات النطق، الأشياء اللي نادرة تحتفظ بها تخليها على قرص، لأن قلنا الفلاش معرض للتلف والحاسوب معرض للفورمات بأي لحظة، فالقرص هو الشيء الآمن تحتفظ به بالصور المهمة المستندات المهمة تحتفظ بها. عندنا قلنا قرص السي دي حجمه 700 ميجا ما يخدمنا. موجود الأقراص المعروفة حاليا المشهورة، قرص دي في دي سعره 500 دينار، حجمه 4 جيجا. أكو أقراص دي في دي حجمها 9 جيجا، بس ما أعرف ليش ما ينصحون بها، يقولون هذه معرضة لتتلف. القرص صحيح هو حجمه 4 جيجا، بس أنت لا تخلي بيه 4 جيجا، حاول تشوف المجلد مثلا حجمه 3.5، 3700، ونسخة على القرص. راح نروح المجلد حتى نشوف شقد حجمه حتى نسخ على القرص. هذا لابتوب، هذا القط مخ القرص المعدي، طريقة عرض العناصر قائمة 2014.08 ب برامج. ننطي خصائص نشوف هذا شقد حجم الملف انه نقدر نسخ على القرص. يعطي قائمة خصائص القرص، خصائص برامج، محاورة، موافق زر، عام صفحة الخصائص، النوعي، مجلد ملفات الموقع، الحجم 2.75 ميجابايت، 2.901 2.75، وكذا نسخة على القرص. هسه ندخل القرص وننتظر الحاسوب تعرف عليها. اضغط الاختيار الإجراء المتبع مع أقراص دي في دي الفارغة. قال اضغط لاختيار الإجراء المتبع مع أقراص دي في دي فارغة. جيد، أنا واقف على هذا المجلد. برامج، تاريخ الإنشاء، راح أنطي أبليكيشن، سياق قائمة، وأصعد لفوق إلى إرسال إلى إرسال إلى قائمة فرعية. اضغط عليها، أصعد لفوق. واحد الإخلاص H، هذا اسم الفلاش يطلع قبل القرص، اذا ضايف فلاش يطلع لك قبل القرص. صعد لي فوق بعد، محرك اقراص دي في دي ار دبليو جي، محرك اقراص دي في دي ار دبليو جي، محرك اقراص دي في دي ار دبليو جي، اضغط علي انتر. القرص المحط، نسخ على قرص مضغوط، محاوله كيف تستخدم هذا القرص، نيسان 06/2017 تحرير. هنا نطلب من عندي انه اكتب اسم للقرص، اكتب اي اسم. جيد، هنا عندنا خيارين، يقول كيف تريد استخدام هذا القرص. احنا ما نغير بهاي الخيارات، هو نخلي على الخيار الاول اللي هو مختار. هنروح تاب نشوف الخيار شنو هو. البرامج مثل محرك اقراص يو اس بي محمول، زر اختيار مثل محرك اقراص يو اس بي محمول، نخلي هذا الخيار عليه متحدد هو، ونرجع شيفت تاب الى التالي. الغاء التالي، زر مثل القرص المحلي، تنسيق 0 بايت، محاولة تنسيق 0 بايت، تشغيل محرك أقراص دي في دي ار دبليو. هسه هو ده هيئ القرص، وده تسمعون محرك الأقراص ده يفتر، والنافذة قدامنا طالعة مات النسخ. لما تختفي النافذة عندنا إجراء نسويه أخير حتى يكون القرص جاهز. 100% مجهول،
تم إكمال صفحة نسخ 2.04. جيد، هاي نافذة قدامنا وبها شريط تقدم. محرك أقراص. راح أروح ألت تاب وشوف. تم القط تم إكمال صفحة تم إكمال صفحة نسخ. طبعا تذكرون المعلومه اللي زودنا بها استاذ عبد الله بالمحاضره الاولى بالنسبه للنسخ الويندوز مثل الويندوز 64 يكون النسخ باسرع على القرص، بس حاسب تي 64 تشوفون النسخ جيد يعني دا يمشي. طبعا دا تشوفون النسخ راح يكمل ان شاء الله. محرك القرص المحدود تم اكمال 99 تم اكمال 99 نسخ 2.0. هذا الكمبيوتر طريقة عرض العناصر. هسه النافذة اختفت، بس ننتظر شوي حتى يتهيأ القرص. لما نسمع محرك الأقراص توقف بشكل كامل، هو مباشرة فتح لنا نافذة اللي هي محرك الأقراص وفتح لنا اسم القرص. هذا الكمبيوتر الكودكاست محرك أقراص دي في دي ار دبليو جي. البرامج طريقة عرض العناصر قائمة، برامج غير محدد. جيد، تبقى خطوة أخيرة بس ننتظر رجوع بالباك سبيس. القرص محرك أقراص دي في دي ار دبليو جي. البرامج المساحة الحرة 0.99 ميجا بايت. الحجم الإجمالي 4.83. ننطي أبلكيشن نصعد لفوق نقول له إغلاق جلسة العمل. سياق قائمة إغلاق إخراج إغلاق جلسة العمل إغلاق جلسة العمل. ننطي إنتر ونسمع إيش راح يقول. القرص جاهز الآن للاستخدام على أجهزة الكمبيوتر الأخرى. جيد، هذا احتفظنا بمستنداتنا بهذا القرص وإن شاء الله يكون جاهز للاستخدام على أي كمبيوتر، هذا مجرباني. ننتقل للمحور الآخر اللي هو تنصيب البرامج. تنصيب برامج جدا سهل وإن شاء الله راح نتعرف وياكم عليه، لكن قبل لا ننصب البرامج راح نسوي فد إعداد بلوحة التحكم. هذا الإعداد جدا مهم، لأن إحنا من راح ننصب برنامج راح طلعنا في رسالة يقول لنا سطح مكتب آمن، شايفينها بعضكم، ولازم نروح سهم أيمن وننطي إنتر. فحتى نلغي هاي راح نروح نسوي فد إعداد قبل لوحة التحكم. إحنا اتفقنا نحن طلعنا لوحة التحكم على سطح المكتب، فنروح سطح المكتب بضغط الاختصار المعروف عندكم، إما قائمة تبدأ وياء أو قائمة تبدأ والتاء المربوطة. لوحة التحكم طبعا سلد. نضغط اللام حتى لوحة نكون على لوحة التحكم. لوحة التحكم مربع. راح اروح تاب مرتين. الأزر استعراضي عناصر النظامي والأماني رابط عرض حد. اروح سهم ايسر، انا اريد اوصل الى حسابات المستخدمين حتى اوقف حساب المستخدم التنبيه بالاعلام. حسابات المستخدمين وأمان العائلة رابط تغيير كلمات المرور وإعدادات. نضغط عليها انتر. حسابات المستخدمين رابط تغيير وانتر مرة ثانية على حسابات المستخدمين. إجراء تغييرات على حسابي في إعدادات. زين، راح أروح تاب على تغيير إعدادات التحكم في حساب المستخدم. تغيير إعدادات التحكم في حساب المستخدم. نمشي تاب. تغيير اسم، تغيير نوع، إدارة حساب، تغيير إعدادات التحكم في حساب المستخدم رابط. تغيير إعدادات التحكم في حساب المستخدم. اضغط عليه انتر. سطح مكتب آمن. جيد، طلعت لنا هاي الرسالة سطح مكتب آمن. زين، روح سهم أيمن ونطي انتر. راح امشي تاب. مستوي الإعلام شريط سحب 100. مستوى الإعلام شريط سحب 100. راح انزل بالسهم ثلاث مرات، سواء الناطق قرا لك او ما قرا لك انزل بالسهم ثلاث مرات. احيانا النسخ المحموله مالت الانفيديا ما تقرا هذا الشريط التقدم، شريط السحب هذا. فراح انزل ثلاث مرات بالسهم، واحده 67 2 34 0 3 سويها صفر. راح اروح تاب على موافق. موافق زر انطي انتر. راح تطلع رساله الناطق ما يقراها. احنا نروح سهم ايمن، طبعا اذا لغة الحاسب عربي سهم ايمن وننطي انتر، اذا لغة الحاسب انجليزي راح نروح سهم ايسر. ننطي انتر. سطح مكتب ايمن. التحكم في حساب المستخدم محاولة استخدام السماح للبرنامج التالي لإجراء التغييرات على هذا الكمبيوتر باسم البرنامج ريبروتاكتور سيرينج. نشر تم التحقق من مايكروسوفت ويندوز. التغيير يمكن تم إظهاره لإعلامات سيرينج. لازر. نعم زر.
طبعا هي ما يقرأ لكم اياها الناطق هاي الرسالة، بس انا مسوي علامات بالناطق ومخليه يقرأ هاي الرسالة. فرح نسهم ايمن وط انتر. حسابات المستخدمين، تغيير اعدادات التحكم في حساب المستخدم رابط. هسه نقدر ننصب برامج بكل سهولة. سطح المكتب، لما انزل برامج من الانترنت وين القاها؟ القاها مجلد التنزيلات او داونلود. مجلد الداونلود القاه باسم الحاسب اللي احنا اتفقنا انه نطلعه بسطح المكتب. بالمحاضرة الثانية من شرحنا قلنا ملفات المستخدم تطلعوها على سطح المكتب حتى توصلوها بسهولة. وممكن انت تسوي اختصار المجلد الداونلود او التنزيلات على سطح المكتب حتى تضغط الحرف السريع مالته توصله بسهولة. انا مسوي بالانجليزي، راح اكتب دي داونلود. التنزيلات عندنا هنا عدة مجلدات. هسه اللي يهمنا مجلد بروجرام. اذا نزلت برنامج راح يروح بمجلد بروجرام، اذا نزلت مقطع صوتي راح يروح بمجلد ميوزك، اذا نزلت مجلد مضغوط راح يروح بملف كومبرست. وراح نتعرف شلون نفك الملفات المضغوطة وننصبها. راح نروح البروجرام وننصب برنامج حتى نجرب وياكم. تاريخ الانشاء، بروجرام، طريقة عرض العناصر قائمة MPCH في جانب كوينتين جيمر 2.2.0 multilingual server. هذا هسه برنامج التنصيب. البرامج تقريبا نفس الفكرة، لكن بعض الاختلاف بالواجهات. اول ما تنصب برنامج راح يقول لك انه انت توافق على اتفاقية البرنامج. البرنامج شايفين بالايفون نبات يقول لك مثلا اتفاق بالمتابعة، انت توافق على اتفاقية الخصوصية، الموافقة والمتابعة. فكل برنامج له طريقته. هنا طريقتين، مرة الموافقة على الاتفاقية تكون بزر اختيار تصعد عليه بالسهم، ومرة تحدد بالمسافة. واكو برامج ما بها اتفاقية مباشرة تنصب نيكست نيكست وتنصب. زين راح نجرب على اول برنامج. وصف راح نطي انتر. هسه انت وقفك على نافذة التثبيت مباشرة. النوبات ما يوقفك على النافذة، يبقيك على برامج، يبقيك على بروجرام. فش تسوي؟ Alt زائد التاب توقف على نافذة التنصيب. هاي السيتاب بها ويلكم. انت تمشي تاب على نيكست. نيكست هنا طلعت لك حكي هواية. هو الاتفاقية هذه، هاي يقول لك عود مفروض انت تقراها وتوافق عليها، فاحنا نوافق عليها مباشرة. راح نروح تاب I do not accept the agreement. زر اختيار محدد. I do not accept. احنا نريد I accept. I accept the agreement. زر اختيار I accept. صعدت بالسهم لفوق I accept. اذا بقيت واقف على I do not. اذا بقيت واقف على I do not accept ما يطلع لي next. باو راح نروح تاب back. زر بس باك، ماكو next. I do not. اصعد بالسهم I accept the agreement. زر I accept. back. زر هروح تاب بعد next. زر القى next. to continue click next. وده كله next بعد back. زر next. لا عاد تغير اي شيء هنا next. to continue click next. if you would like to select a different folder browse no create back. زر next. زر next. select the additional tasks you would like to set up to perform while installing Quantum Seas Gamer Room then click next. عرض شجري create desktop icon مربع تحديد محدد غير محدد. هنا هذا الخيار يقول لك create desktop icon انشاء اختصار على سطح المكتب. بعض البرامج يكون هو محدد افتراضيا، بعض البرامج لازم انت تحدده، واكو بعض البرامج ما نحتاج انه نسوي لها ايقونة على سطح المكتب مثل المشغلات ما نحتاج ايقونة. هسه هذا هاي لعبة فاحتاج انه اسوي لها اختصار على سطح المكتب، فراح اضغط المسافة. مسافة محدد. create desktop icon. back. زر next. زر next. الخطوة الأخيرة install. cancel. زر click back. زر يقول لك click install. install. زر install. cancel. زر 13 كمل هسه. راح نطفنش. launch quantum seas gamer room مربع تحديد محدد محدد. يقول لك أشغل البرنامج هذا من أكمل. إحنا كيفكم هاي؟ مسافة أنا ما أدري أشغله. finish. زر finish. اضغط على فينيش. فينيش زر يعني انهاء. مكسرة المفكرة. ملف زين
هذا الاتفاقية مالته كانت عبارة عن زر اختيار صعدنا له بالسهم وقلنا له I accept. شفتوا تنصيب جدا سهل، كله next next و I accept فقط. زين، عندنا البرامج تنقسم الى ثلاثة اقسام: برامج تنصيبها صامت مثل هسه هذا الوينرار، بس تضغط عليه انتر راح يتنصب مباشرة، هذا تنصيب صامت. هاي مو كل البرامج، يعني برامج هم يسوونها، بعض المحترفين يسوون البرامج تنصيب صامت تسهيلا على البقية. يعني راح نشوف هذا الوينرار، ضغط عليه انتر مباشرة نصب. خلاص بكل سهولة هذا البرنامج تنصب. عندنا برامج نوع ثالث من البرامج، اللي هو البرامج يسمونها المحمولة، اللي هي الناطق المحمول مثلا، البرامج بها يكون ملف تشغيل تدوس عليه يشتغل البرنامج بدون اي تنصيب، ما راح تنصب الحاسوب، ممكن تخليه على فلاش وتتنقل به. راح نشوف برنامج ثاني الاتفاقية مالته تختلف عن البلاي روم اللي ثبتناها قبل شوية. البلاي روم ثبتناها قلنا كان زر اختيار، صعدنا على اكسبت ووافقنا. انا جاي يعني اكد على هذا الموضوع لان هو هذا اهم موضوع بتنصيب برامج، تنصيب كله نيكست نيكست، لكن احيانا الاخوان يدخون موضوع الموافقة على الاتفاقية، فهي جدا سهلة، اما مربع تحديد او تصعد بالسهم وتوافق، واحيانا يكون هو مباشرة واقف على زر الاختيار اللي هو الموافقة. وراح نشوف، راح نشوف هذا البرنامج. Next. Classic shell setup. Please read the following license agreement carefully. يقول please read license agreement. هاي اقرأ اتفاقية، وفاتح لنا مربع تحرير بنص طويل بالإنجليزي. Cancel zip. Wake the EBMP banner. تحرير license agreement. أحرف تاب. Print zip. I accept the terms in the license agreement. مربع تحديد غير محدد. I accept. مربع تحديد غير محدد. ونكست ماكو. إذا ما أنطي cancel وباك بس. I accept. فأنطي محدد. مسافة محدد. Back zip. Next zip. Next. Classic shell setup. Select the way you want features to be installed. Click the icons in the browse. Back zip. Next zip. وكله next. Classic shell setup. Ready to install classic shell. Click cancel. Back zip. Install zip. Install. Classic shell setup. Please wait while the setup wizard installs classic shell. Installing classic shell status. Classic shell setup. Click the finish button to exit the setup wizard. Period and file. مربع. Finish zip. مسافة. مضبوط. Programs. طريقة. جيد. هسه احنا ثبتنا البرامج، برنامج ما عجبني اريد احذفه، برنامج ما متوافق ويا الناطق، برنامج ما احتاجه حاليا. طبعا ما ننصح بتنصيب البرامج يثقل على الحاسب، برامج ما تحتاجها امسحها، يعني احيانا نجيب الحاسب فرمتينها بالمحلات ننزلك برامج كلش هواية ما تحتاجها، هما لحد ينصبون الياهو ماسنجر، ينصبون برامج ثانية، ف البرنامج اللي ما تحتاجه حذفه حتى لا تثقل على الحاسب. زين، شلون احذف البرنامج؟ اروح لوحة التحكم وادور على البرامج والميزات، او ممكن اكتب بالبحث، ممكن اكتب بالبحث مال قائمة تبدأ. زين، راح اروح لوحة التحكم. راح امشي تاب الى البرامج والميزات او ازالة تثبيت برنامج، نفس الفكرة، هي نفس المصطلح، ازالة تثبيت برنامج او البرامج والميزات. راح امشي تاب النظام، راح اضل امشي هواية مراجعة حالة احفظ نسخ احتياط استكشاف الشبكة عارض حالة تحديد خيارة الاجهزة عارض الاجهزة اضافة جهات ضبط عدد البرامج رابط ازالة تثبيت البرامج او ميزات ويندوز او ازالة تثبيت البرامج ازالة تثبيت برنامج او ميزات ويندوز، نضغط عليها انتر. البرامج والميزات رابط ازاله تثبيت البرامج الموجوده على الكمبيوتر او تغييره. طريقه عرض المجلدات قائمه، طلعت لنا قائمه بالبرامج اللي انا مثبتها على الكمبيوتر مالتي. راح انزل بالسهم. Adobe Flash Clip Apple Mobile Device Apple Soft Outlook Bonjour Classic Shell Dropbox Dropbox Classic Shell Eversoft Bonjour Classic. هذا الكلاسيك شيل مثلا اريد احذفه، راح انطي قائمه السياق، سياق قائمة. سياق قائمة. وأنزل بالسهم مرة واحدة. إزالة التثبيت. إزالة التثبيت. طيها إنتر. Classic Shell. محاورة. Please wait while Windows configures Classic Shell. 19%. والبرامج والميزات. طريقة عرض المجلد. خلاص، أنا حذف البرنامج.
راح نطبق الحذف على برنامج ثاني. Adobe, Apple, 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 Free, Google, Internet, iTunes, Java, App, Kill, Lenovo, Easy, Microsoft, Kilometers, Play, Remove, Only, Pan. مثلا هذا مشغل أريد أحذفه. Job, Kilometers, سياق, إزالة التثبيت التغيير, البرامج والميزات, Kilometers, Play, and Install, محاورة, Version 4.0. أنا هاي المحاورة لاغيها، أنه من يقول لك هل تريد إزالة تثبيت هذا البرنامج؟ نعم أو لا. وأكو عدم إظهار هذه المحاورة مرة أخرى، مربع تحديد مسويها محدد فما تطلع لي بعد. فأنت راح تطلع لك محاورة يقول لك هل تريد إزالة تثبيت هذا البرنامج؟ حطي نعم. Cancel zip. صفحة الخصائص uninstalling from C kilometers player kilometers player will be uninstalled from the following folder. شوفوا ذاك البرنامج يحذف مباشرة، هذا أحتاج أضغط على كلمة uninstall zip. Install and install، يعني أكو install اللي هي تنصيب، وأكو uninstall يعني إزالة. صفحة uninstall zip. Install. أنا شوية بالإنجليزي ممكن ليش تعذروني يعني. مسافة مضغوط غير متاح show details زر 0%. طبعا الحذف على حسب حجم البرنامج، هم ياخذ فترة، يعني إذا برنامج حجمه كبير راح يتأخر. Kilometers player uninstalled. محاورة do you want to delete all of your preferences? نعم زر. أنا يقول إنه تريد تحذف كل محتوياته، نعطي نعم. هسه كمل، مرة يطلع لنا كلوز، مرة يطلع لنا فينيش. فإحنا نعطي، يعني هو كمل، مش نعطي إنتر، أنت ما لك علاقة، نعطي إنتر. أو مسافة نفس الشيء يعني. انتهينا من الحذف. عرفنا شلون نصب برنامج، وقلنا هو الفكرة نفس الفكرة، الاختلاف فقط بالاتفاقية، واكو برامج ما بيها اتفاقية مباشرة. next next ننتقل للمحور الاخر اللي هو تنصيب المشغلات، والمشغلات اللي معتمدة عندنا افضل المشغلات. احنا راح نستخدم مشغلين، مشغل ميديا بلاير كلاسيك هوم سينما، ومشغل VLC ميديا بلاير الشهير. المشغل اللي راح نعتمده هو مشغل MBC-HC او ميديا بلاير كلاسيك، لان بيه عدة ميزات. اول شي راح نشوف شلون نصبه. راح نصبه وياكم. طريقة عرض العناصر قائمة. MBC-HC مسافة محدد. راح نصبه. اعداد. حدد لغة التثبيت. حدد اللغة المستخدمة اثناء التثبيت. صندوق خيارات عربية. هو مباشرة واقف على العربية، إذا الحاسوب مالتك عربي فهو واقف على العربية مباشرة. راح تروح تاب. حسنا زر. حسنا. MPCHC تثبيت محاورة اتفاقية التشغيل. هم طلعت لنا اتفاقية التشغيل. General Public License. وحاجي هواية. بس هنا هو مباشرة واقف على أوافق. أوافق على لا اتفاقية زر اختيار محدد. هو زر اختيار طبعا، مو مربع تحديد. زر الاختيار نختاره بالأسهم. او المربع التحديد نحدد المسافة، يعني هسه الاسهم اصعد. رجائي اقرأ فيرجن خالا ولا اوافق على لا اتفاقية زر اختيار محدد. واكو وافق. اوافق على لا اتفاقية زر اختيار محدد. طبعا اذا لا اوافق ما يطلع لك النكست، ما تقدر تنصب البرنامج. ف نكست. التالي زر الغاء. التالي مسافة مضغوط. ضغط التالي للتصفح السابق. التالي زر مسافة مضغوط. حدد المكونات التي ترغب. كل التالي التالي. هنا يقول حد المكونات اللي تريد تثبتها. هو مباشرة واقف على الافتراضي، فنروح تاب الى next او التالي. السابق زر. التالي زر. التالي. ضغط التالي للمتابعة اذا ترغب بتحديد مجلد مختلف. كل التالي. تصفح لا تنس. السابق. التالي زر. ثم ضغط التالي. MPCHC. حد طلباتك من عرض شجري. انشاء ايقونة على سطح المكتب. مربع تحديد محدد محدد. مساعج قلنا ذيك قلنا نسويها ايقونة، ها ما نحتاج ايقونة لان هو مشغل نشغل بيه صوتيات، شو نسوي بها ايقونة؟ احنا نحاول نخلي سطح المكتب بس الاشياء اللي تفيدنا، فهذا راح اوخر التحديد عنه بالمسافة. مسافة غير محدد. واكمل التالي. السابق زر. التالي زر. واضغط على تثبيت. الغاء الامر زر. اضغط تثبيت. السابق تثبيت زر. تثبيت. الغاء الامر زر. 5% 15% 25% 95% يمكن واروح تاب الى انهاء. عرض سجل التغيرات زر صفحة نافل وإكي لتح. انهاء زر. انهاء. ماب بروجرامز. طريقة. جيد. هذا المشغل الأول نصبناه. المشغل الثاني اللي هو VLC Media Player. طريق.
اول ما دخلنا على التنزيلات قلت لكم الملفات المضغوطه راح تلقونها بمجلد اسمه كومبرست. راح اطبق على برنامج مضغوط وشون نفك الضغط عنه وشون نصبه. راح اطبق على VLC. دزوا لك رابط من الانترنت، برنامج حملته، اجيت على مجلد بروجرام ما لقيته، تلقاه مجلد كومبرست لان اللي دز لك اياه هو ضاغط الملف، مسوي ملف رار او ZIP. راح اروح على الكومبرست، كومبرست اول مجلد بالداونلود. ندخل طريقة عرض العناصر قائمة VLC 2.2.164 محدد VLC. هذا البرنامج مضغوط. شلون نعرفه مضغوط؟ نمضي خصائص سياق قائمة خصائص ونمضي انتر كومبرست خصائص VLC 2.2.164 محاورة عام صفحة الخصائص نوع الملف وين رار ارشيف نوع الملف وين رار ارشيف نوع الملف وين رار ارشيف. طبعا ضروري يكون الوين رار موجود على حاسبتك حتى من يجيك هيك برامج تقدر تتعامل وياها، لانه اذا ما عندك الوين رار ما راح يفتح لك هذا البرنامج، ما تقدر تنصبه ولا تقدر تستعمله. فان شاء الله هاي المحاضره راح يرفق بالوصف مالتها رابط لتنزيل الوين رار ورابط لتنزيل هاي المشغلات VLC، رابطين للVLC وللMBCHC. شلون افك الضغط عن هذا البرنامج حتى انصبه؟ راح اضغط الابلكيشنز وانزل على استخراج هنا Extracting here. اذا كان عندك الونرار انجليزي، لكن احنا راح نرفع هذا الونرار عربي، فراح نشرح، نتفقنا نشرح بالعربي. راح ننزل على استخراج هنا سياق قائمة فتح استخراج الملف استخراجي هنا كومبرست طريقة عرض العناصر قائمة صار عندنا ملفين، ملف مفكوك الضغط وملف مضغوط. شلون نميز بيناتهم بالخصائص؟ راح اشوف هذا شنو نوع الملف. سياق خصائص خصائص VLC 2.2.164 محاورة عام صفحة الخصائص نوع الملف التطبيق قال نوع الملف التطبيق، ذاك قال نوع الملف وينرار ارشيف. راح اضغط على هذا الملف حتى ثبته تثبيت عادي. Unpacking data 7 محاورة Unpacking data 7 please wait while setup is loading Unpacking data 7 compressed Installer language محاورة please select the language صندوق خيارات عربية هماتين واقف على العربية مباشرة. روح تاب اوكي اوكي تنصيب VLC ميديا بلاير محاورة فيديو ان VLC ميديا الغاء زر التالي زر تالي العربية العراق العربية 101 العربية 101 صفحة الخصائص انت الان على العالم بحقوقك اضغط على التالي للاستمرار ضغط مفتاح صفحة. شو هنا هم طلعت من الاتفاقية، يقول أنت الآن على علم بحقوقك. افترض هو أن أنت قرأت هاي الاتفاقية. هاي الاتفاقية باعتبار أنت قرأتها، فتنطي التالي بدل ما شفنا عبارة الاتفاقية عبارة عن زر اختيار، مرة عبارة عن مربع تحديد، مرة عبارة عن التالي. أرجع وأقول الفرق بين البرامج هو بالاتفاقية فقط. السابق زر التالي التالي زر مسافة مضغوط صفحة الخصائص أو قم باختيار المكونات الاختيارية المراد تنصيبها اختر نوع التنصيب هنا نقول اختر نوع التنصيب، بس هو مو مثل ال MBCHC واقف على الخيار المطلوب، فإحنا نصعد بالسهم نختار موصى به، هو واقف على كامل اختياري اختياري، إحنا نصعد كامل الأدنى موصى به موصى به أفضل شيء هو هذا. أروح تاب علم المكون السابق التالي زر صفحة الخصائص المساحة المطلوبة 101 عرض زر السابق زر تنصيب تنصيب غير متاح إظهار تفاصيل زر 0% VLC ميديا بلاير لقد تم تنصيب VLC ميديا بلاير على الجهاز اضغط انهاء لإغلاق مشتل الأعداد شغل VLC ميديا بلاير مربع تحديد محدد ما نحتاجها شغل VLC ميديا بلاير مربع تحديد خليه غير محدد مسافة غير ونطي انهاء زر موقع انهاء زر ننتقل للمحور الاخر اللي هو شلون اختار المشغل المناسب لي المشغل المفضل لي اخلي مشغل افتراضي. راح اروح اطلع مقطع صوت طريقة عرض العناصر قائمة كمبرس احنا قلنا اذا نزلت مقطع صوت من انترنت وين القى القابل ميوزك دوكيمنت ميوزك ميوزك طريقة عرض العناصر قائمة المصحف المرتل سورة الفاتحة الشيخ محمد مسافة جيد نطبق.
اضغط الابليكيشنز وانزل على فتح باستخدام. سياق قائمة. انزل. شغل. اضف شغل بالاضافة التشغيل فتح باستخدام قائمة فرعية. فتح باستخدام قائمة فرعية. اضغط عليها. iTunes. اصعد لفوق اكو اختيار البرنامج الافتراضي. حتى ما كل ما اجي افتح مقطع اقول له فتح باستخدام واختار له هذا البرنامج. اقول له اختيار برنامج الافتراضي يبقى ثابت. اختيار البرنامج الافتراضي. محاولة. احنا راح نعتمد مشغل الـ MBCHC اللي هو ميديا بلاير كلاسيك هوم سينما كمشغل افتراضي مفضل لنا، لانه بعدة ميزات من ضمنها انه يذكر موقع الملف. يعني انت تسمع مقطع طوله ساعة، وصلت الى نص ساعة وخرجت طفيت الحاسبة، لما ترجع تشغل الحاسبة تلقاه مكمل من حيث ما توقف، وهي ميزة جدا مهمة جدا مفيدة. الميزة الثانية، اذا انت عندك مجلد بعدة مقاطع صوتية تقدر تصفحهن بالبيج اب بيج داون اللي قلنا هاي صفحة لي على صفحة لي اسفل استعرضناها بالكيبورد. الميزة الثالثة، خفة البرنامج جدا خفيف ويدعم اغلب الصيغ الموجودة حاليا من فيديو الصوت. التقديم بالاسهم ورفع الصوت وخفضه ايضا بالاسهم. لكن مشغل VLC هسه قد تقول ليش نصبته VLC؟ لا عاد مشغل VLC نحتاجه بشغلات ثانية راح نستعرضها ان شاء الله لما نفتح VLC. العيب الوحيد اللي بالـ MBCHC لازم انت تضيفه لقائمة المشغلات. يعني هسه انا دا يطلع عندي بالحاسبة هنا، لكن انت ما راح يطلع لك بالحاسبة. فاحنا من ضغطنا ابلكيشنز ورحنا على فتح باستخدام واختارنا البرنامج الافتراضي طلعت لنا قائمة بالمشغلات، وهاي القائمة ما راح يطلع لك MBC، لازم انت تضيفه اضافة يدوية. وراح نشوف وياكم ان شاء الله مسألة جدا سهلة. راح ننزل للاخير الى المزيد من الخيارات. مزيد من الخيارات. مزيد من الخيارات رابط. ضغطنا عليها. استخدام هذا التطبيق. راح انزل على البحث عن تطبيق اخر على هذا الكمبيوتر. هاي بالويندوز 8. ويندوز 7 العملية اسهل جدا. اخر خيار هو البحث عن تطبيق اخر على هذا الكمبيوتر. طالي هنتر. فتحنا نافذة استعراض والبحث عن ملف البرنامج. راح اروح شيفت وتاب مرتين. فتح باستخدام عنصر تحكم طريقة عرض العناصر قائمة as logic غير محدد. الملف اسمه MBCHC، فاضغط حرف الام اللي هو التاء المربوطة. ام مايكروسوفت ام مايكروسوفت سيلفرلايت ام مزيلا فايرفوكس ام MPCHC. طبعا بعد ما حولت اللغة انجليزي وتقدر تتصفح بالاسهم، تنزل بالاسهم الى ان توصل MPCHC. MBCHC. مستوى سرعة القراءة 50 مزيلا MPCHC. تاريخ الانشاء. اضغط عليها ادخل بداخلها. اكو ملف ثاني هم اسمه MBCHC راح اريد اني لاين لايف شيدرز MBCHC 64. وصف الملف MBCHC هذه 64 حسب الحاسب مالتك حسب النظام التشغيل انت حاطه. اريد اني هذا الملف هذا MBCHC 64. اضغط عليه. وصف ميوزك طريقه عرض العناصر قائمه المصحف المرتج. بعد ما انطيت انتر راح تشتغل المقطع راح يشتغل بال MBCHC. ميديا ديسك توب العربي. هنا عندي يسألني سؤال يقول لي هل تريد التدقيق بشكل دوري عن تحديثات؟ انا راح اقول له لا لان ما لها داعي. ميديا ديسك ميديا MPCHC محاولة هل تريد الفحص بشكل دوري على تحديثات MPCHC؟ راح اروح تاب انطلاء لازر مسافة ميديا بلاير كلاسيك هوم سينما مشغول من الشيطان الرجيم. هسه الايقاف المؤقت بالمسافة، توقف المقطع بالمسافة، ترفع الصوت بالأسهم أعلى أسفل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد. تقدم بالأسهم الأيمن يقدم والأيسر يرجع. زين. تريد تقلب بالمقاطع اللي عندك بداخل هذا المجلد بيج أب بيج داون. بيج أب بيج داون.
بيج داون للأسفل، بيج أب للأعلى. هم يوقنون. بسم الله الرحمن الرحيم. هم أعوذ بالله. رجعت دت البيج أب ورجعت. بس هنا عندنا خيارين مهمات لازم نسويهن حتى نفعل ميزة مهمة ونحسن الأصوات بال MBCHC. رد روح للخيارات، عندنا إما نضغط حرف الخاء اختصار أو نروح على قائمة عرض، ملف قائمة، دوس ألت ونروح سهم أيسر على عرض، عرض قائمة في فرعية، ونصعد لفوق، عرض قائمة، إخفاء القائمة، الخيارات أو الخيارات، هو قال لنا خيارات أو يعني حرف الخاء هو طبعا. أنا شو أريد من الخيارات؟ أريد عندي الخيارات محاورة، عرض شجري، المشغل مفتوحة. أول شيء المشغل، هذا أول خيار إحنا واقفين عن المشغل. راح أروح تاب إلى تذكر موقع الملف، جدا مهمة هاي، قلنا هذه ميزة رائعة تحسب للـ MBCRC إنه يتذكر موقع ملف، بس لازم تفعلها، افتراضين ما متفعلة. فراح أمشي تاب إلى تذكر موقع الملف، أسويها محدد. فتح الخيارات، اللغة تشب شريط العنوان، استبدل اسم الملف، آخر تجميع، أيقونة عرض الأوس، يتطلب إعادة شب الحد من أبعاد، انطباق على تعطيل القائمة، فتح قرص مرب، أولوية العملية، تمكين دعم الأغطية، تسجيل تجميع، ابقى إيز، تذكر قائمة التشغيل الأخيرة، مربع تحديد، تذكر موقع الملف، مربع تحديد غير محدد، تذكر موقع الملف، مربع تحديد غير محدد. راح أسوي محدد بالمسافة، مسافة محدد، وراح أرجع شفت تاب للعرض الشجري اللي كنت في البداية اني بي. ارجع شفت تاب، ايدي على الشفت، اضل ضاغط عليها وادوس بالتاب، ايدي ضاغط عليها على الشفت، راح ادوس بالتاب، تذكر اخر او التاب، انت الحد عارض، ايقونة عارض الاس، شريط العنو، اسم الملف، اللغة، فتح الخيار، عارض شجري، المشغل مفتوحة. جيد، هسا اريد خيار اسمه محولات الصوت، راح امشي بالسهم الاسفل، محولات الصوت، تنسيق الأشعة، واجهة الويب، المخرج، إعادة تشغيل دي في دي، إعادة الظل، تشغيل وضع مزامنة، الدف، الملتقط، الثلاث محولات الصوت، محولات الصوت. راح أروح تاب إلى تقوية نورمالايز، هاي تحسينات تحسن لك بالمشغل، فعلها تمكين تسوية التقوية شريط صفر، التقوية سويها 50، تتحكم بيها بالبيج أب بيج داون، 3 16، هاي دا اتحرك بالبيج اب، 13 16 10 3 16 3 46 3 50. اروح تاب، تمكين موافق زر المصحف، موافق. هسا مشغل الـ MBCHC جاهز للاستخدام ويذكر لك موقع الملف. قبل ان ننتهي من الـ MBCHC بس ادي استعرض لكم شلون تضيفوه بالويندوز 7، اكو بعض الاختلاف على ويندوز 7 راح نستعرض بحاسبه ثانيه. عندي مقطع اريد افتحه بال MBCHC على ويندوز 7. حسين الاكرف، نحن الان هزم نوع العم، اضغط ابلكيشن نفس الطريقه، سياقي وانزل على فتح باستخدام نفس الشيء، فتح مش فتح باستخدام قائمه فرعيات انترنت اكسبلورر، اصعد لفوق على اختيار البرنامج الافتراضي، اختيار البرنامج الافتراضي، فيديو طريقة عرض العناصر قائمة، فتح باستخدام محاورة، اختر البرنامج. هنا ما يحتاج اروح على المزيد من الخيارات مثل ما سويت في ويندوز 8، راح اروح تاب الى استعراض، استخدام البرنامج، استعراض، زر استعراض، راح يوديني على البروجرام فايل، راح اشوف تاب مرتين، طريقة عرض ادوبي غير محدد، ونفس الطريقة، يعني الفرق انه ما رحت على المزيد من الخيارات وبعدين قلت له البحث عن تطبيق اخر على هذا الكمبيوتر، رحت على فتح باستخدام اختيار البرنامج الافتراضي، بعدين رحت تاب مرتين لقيت استعراض، هذا الفرق. ننتقل للتعرف على مشغل الـ VLC Media Player. VLC بيجي يفيدنا، الـ VLC طبعا هو مشغل عالمي بس للأسف هو ما متكامل، يعني بالنسبة لنا كمكفوفين ما بي التصفح بالبيج اب بيج داون، وميزه التذكر الموقع ما شفتها بي، بس احتمال موجوده بس انا ما يعني ما وصلت لها، ما اعرف. المشغل راقي، يشغل معظم الصيغ الموجوده حاليا، صوته عالي، وبميزه تفيد الاخوان اللي يدرسون يقولون يعني ملفات صوتيه، مناهج دراسيه الصوتيه.
لان بي ميزه التسريع والتبطيء هاي ما موجوده بالام بي سي اتش سي. فراح نستعرض التسريع وياكم وشلون نتصفح بهذا المشغل. طبعا المشغل صوته جدا عالي، انصح للي حاسباتهم صوتها ناصي مثل الايسر هيك حاسبات يعني صوتها ناصي فيستخدمون الفي ال سي. سياقي قائمه، فراح نستعرض على مقطع، اضغط الابلكيشنز واروح على فتح باستخدام، اضافه فتح باستخدام قائمه فرع اتونز، وقلنا اذا اريد نخلي برنامج افتراضي راح نروح نقول له اختيار البرنامج الافتراضي، اختيار البرنامج الافتراضي، بس احنا اتفقنا برنامجنا هو المفضل بالنسبة انه هو ام بي سي اتش سي، بس راح نطبق راح نختار الفي ال سي هسه. قائمة حرف الاسم رب حرف اتون ميوزك كويك تايم في ال سي ميديا بلاير في ال سي مشغول تطبيق سي بسم الله. مسافة، المسافة توقف ايقاف مؤقت نفس الشيء. التقديم هنا شفت وسهم يقدمك تقديم بطيء، كنترول وسهم طبعا يمنه، كنترول سهم يمنه راح يقدمك اكثر بالمقطع حسب المقطع يعني. الهاي الشفت والكنترول حسب التقديم مالته زين. كنترول وسهم اعلى يعلي الصوت. زين بالنسبة للتسريع شلون نسرع؟ أول شيء لازم تحول اللغة إنجليزي بالضغط على الألت زائد الشيفت الإنجليزية الولايات وتضغط حرف الجيم للتبطيء وحرف الدال للتسريع، حرف جيم ودال بس لازم إنجليزي. راح نشوف زين. أرد أرجع للشيء الطبيعي، شلون أرجع للطبيعي؟ أضغط مفتاح اليساوي اللي هو صاير بصف الباك سبيس على اليسار فوق الجيم تقريبا. مسافة. وهاي الجيم تتبطئ. مسافة. دال. مسافة. فإن شاء الله الفكرة وضحت عندكم بالنسبة للفي ال سي استخداماته يحتاجون التسريع والتبطيء، لكن كاستخدام عادي أفضل لكم الام بي سي اتش سي. احنا هسه اختارينا المشغل الافتراضي للصوتيات هو ام بي سي اتش سي، بس بالفيديوهات ما اختارينا، فهمت نفس الطريقة تروح تطبقها، تروح على الفيديو، راح نروح على فيديو روح على الفيديوهات، قلنا الفيديو اللي نزله من الانترنت نلقاه بملف فيديو دي داونلود اتم دوت مي بروكسمي شيرايت بروجرام ميوزك شير اب فيديو. طريقة عرض العناصر قائمة 3 ربيع 11 مليون و 15 الشيخ عبد الباسط عبد نوع العب ابلكيشن ونروح على فتح باستخدام مشارك فتح باستخدام قائمة فايرفوكس اختيار البرنامج الافتراضي اختيار البرنامج الافتراضي لائحة immersive open with free out محط قائمة فايرفوكس الاستمرار في استخدام ام بي سي اتش سي. انا مستخدم ام بي سي اتش سي واقول لك يعني الاستمرار في استخدامه كويك ويندوز الصور مزيد من فعلا شايف ان مستخدم ام بي سي اتش سي ما طلع لي بالقائمة قال لي استمرار في استخدامه انت مستخدمه بالقائمة راح نشوف هم هو يتصفح بالفيديوهات وهم يتذكر الموقع. ميديا مشغل رائع. مشغول. أيها الإخوة والأخوات نستمع الآن إلى تلاوة الجزء الأول من القرآن الكريم. لهنا ينتهي درسنا لهذا اليوم، وأرجو المعذرة عن أي خطأ أو تقصير، والعصمة لأهلها كما تعرفون. جاهزين لتلقي أسئلتكم مثل ما قلنا مباشرة على البوكورن أو بالتعليقات على اليوتيوب أو في مجموعة الكيفية التقني العراقي فور ويندوز. تقبلوا خالص تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.